طبعا هلا رح نحكي عن اطلاق مبادره جميله واسمها همه ولمه، حتى الاسم مختلف بلال المبادره، وهي مشروع مادبه نحو نموذج ريادي. رح نشوف التقرير سوا ونرجع لكم، خليكم معنا. محافظة مأدبة أطلقت هذا اليوم مبادرة مهمة جدا، وإن شاء الله أعول عليها الكثير بأن تكون محافظة مأدبة نموذج ريادي في موضوع المحافظة على البيئة. المحافظة بحاجة لموضوع النظافة الدائمة، لأن السائح عندما يأتي للأردن ولمحافظة مأدبة يرغب بأن يرى شيء متميز وشيء نظيف حتى يعود، وأيضا يقوم بجذب الآخرين للأردن. المشاركة كانت من الجميع، مؤسسات رسمية وشعبية، هناك فريق تطوعي متميز قائم على هذه المبادرة، فريق همة ولمة. هذا الفريق تعاوننا معه في السابق، وفي هذه المرة كان لديهم رؤية وتفكير بأن يكون هذا العام متميز لمحافظة مأدبة. قمنا اليوم بالتنظيف وسنقوم غدا وبعد غد، ولكن فيما بعد يجب أن يكون مسؤولية الجميع. مبادرة جميلة، وإحنا نتمنى أنه مأدبة تكون أفضل، ونتمنى أنه هاي المبادرة تتعمم على كافة محافظات المملكة. طموحنا بأن تكون مدينة مأدبة من أنظف المدن في محافظات المملكة بسبب شبابها المتواجدين في إطلاق هذه الحملة ووجود طلابها وتربويها، بالإضافة إلى وجود الشباب مهتمين في هذا الأمر بنظافة مدينتهم. طبعاً إحنا اليوم هون وجودنا كمشاركين وشركاء لمبادرة همة ولمة، الجزئية اللي إحنا حابين نشارك فيها كنا اليوم اللي هي مبادرة جديدة على مستوى الأردن، اللي هي آلات الفرز الإلكتروني للنفايات. الفرز، لما نحكي الفرز وإعادة التدوير لثلاث أنواع من النفايات، نحكي عن النفايات البلاستيكية الزجاجية بالإضافة للمعدنية أو الألمنيوم بالتحديد. هاي الماكنة اللي أنتم شايفينها هي إلكترونياً تعمل على التعرف على المادة المدخلة لهذه الآلة، وتعمل فرز بحيث تتصنف هذه النفايات في ثلاث صناديق منفصلة، بحيث يتم بعدين أخذها للمصنعين اللي بيستفيدوا من هذه المواد القابلة لإعادة التدوير وتعاد تصنيعها إلى مواد جديدة أخرى.